السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت معكم فيديو جديد للصف الثامن. الدرس اليوم حيكون عن القطعة الدائرية. الأهداف للدرس: أول هدف أن يتذكر الطالب مفهوم القطاع الدائري. الهدف الثاني أن يتعرف الطالب على مفهوم القطعة الدائرية. ثالث إشي أن يرسم الطالب قطعة دائرية من قطاع دائري معلوم. والهدف الرابع أن يتعرف الطالب على كيفية رسم أي مضلع منتظم من دائرة باستخدام القطاع الدائري والقطعة الدائرية. خامس إشي أن يتقن الطالب حل مسائل حول القطعة الدائرية. أول إشي رح نعمل مراجعة حول الدائرة والقطاع الدائري. حكينا لو كان عندي دائرة، هون بكون مركز للدائرة، في عندي القطر هو القطعة المستقيمة اللي بتوصل بين أي نقطتين على الدائرة وبتمر بمركز الدائرة. نصف القطر هو عبارة عن القطعة المستقيمة اللي بتوصل بين نقطة على الدائرة ومركز الدائرة. وفي عندنا كمان الوتر، الوتر هو القطعة المستقيمة اللي بتصل بين أي نقطتين على الدائرة، لكن الفرق بين الوتر والقطر هو أن الوتر لا يمر بمركز الدائرة، بينما القطر يمر بالمركز. حكينا عن القطاع الدائري. القطاع الدائري هو عبارة عن الجزء المحصور بين نصفي قطرين وقوس في دائرة، هذا نسميه قطاع دائري. عنا دائرة هون، في عنا مركز للدائرة ورسمنا جواتها قطاع دائري. في عنا هذا اللي هون قطاع دائري. القطاع الدائري اللي هون عندي أنا رح أرسم وتر داخله، وتر للدائرة. الوتر اللي رح أرسمه هو عبارة عن قطعة مستقيمة بتوصل بين النقطة هاي اللي هون والنقطة الموجودة عندي هون. طبعا هذا اسمه وتر للدائرة. الوتر الموجود عندي هون إذا ملاحظين معي بدأ من بداية القوس وانتهى في نهاية القوس. أنا لو أخذ الشكل اللي طلع معي هون، هذا هو الشكل نتج من رسم الوتر. هذا الشكل رح أسميه قطعة دائرية. شو معنى قطعة دائرية؟ رح نعرف لاحقا ما معنى القطعة الدائرية أو شو مفهوم القطعة الدائرية. في عندي هون نشاط: وزعت معلمة طالبات الصف إلى مجموعات وكلفت كل مجموعة بتصميم شعار كما في الشكل المجاور، فكيف يمكن تصميم هذا الشعار وماذا تسمى المنطقة المزينة بالعلم؟ كيف أنا ممكن أصمم شعار مثل هذا الشعار الموجود عندي؟ عشان أرسم هيك شعار أو أصمم هيك شعار، أول خطوة رح أعملها إني أرسم دائرة وأحدد فيها وتر وأرسم الوتر الموجود عندي كما في الشكل. أنا عندي هون دائرة رسمتها، رح أجي أرسم وتر للدائرة هون حتى يطلع معي الشكل هيك مثل هذا الشعار. هيك أنا رسمت وتر ورح أسمي الوتر اللي عندي هون ألف باء. هذا الوتر الموجود عندي هون رح أجي أقصه بالمقص عشان أعمل الشعار الموجود عندي. رح يطلع معي طبعا الشكل هذا الموجود هون، ورح أقدر أرسم جواته، برسم جواته اللي هو العلم الموجود عندي وبلونه، وبيطلع معي الشعار المطلوب عندي في النشاط. حكي لي إنه لما أنا عملت الوتر هذا أو رسمت الوتر الموجود عندي، قسم لي الدائرة إلى قطعتين، قطعة صغرى اللي هي هاي عندي فوق، وهي اسمها قطعة كبرى. هذول القطع اللي طلع معي من رسم الوتر أو من قص الوتر بسميهم قطعة دائرية. هاي عندي قطعة دائرية صغرى، وهي عندي كمان قطعة دائرية كبرى. ومنتبهين معي، القطعة الدائرية اجت عندي من رسم وتر او من قص الوتر. فالقطعة الدائرية يا ثامن تعريفها او مفهومها هي الجزء المحصور بين قوس ووتر بمر في نهايتي القوس في الدائرة. هاي عندي قطعة دائرية، هي عبارة عن جزء محصور بين قوس ووتر يمر في نهايتي هذا القوس. هذا الوتر بمر عند نهايتي القوس الموجود عندي. نفس الإشي، هاي اسمها قطعة دائرية لأنها عبارة عن قوس ووتر يمر في نهايتي القوس. كيف ناخذ هلا كيفية رسم قطعة دائرية من قطاع دائري معلوم، وكيف بنسمي القطاع الدائري، وكيف بنسمي القطعة الدائرية، كيف نرمز لها بالرموز يعني. أنا كيف برسم قطعة دائرية من قطاع دائري معلوم؟ أنا عندي هون دائرة ومعطيني فيها قطاع دائري معلوم، هذا اسمه قطاع دائري. طبعا أنا سميت القطاع الدائري الموجود عندي. القطاع الدائري يا ثامن كيف بسميه؟ هذا القطاع الدائري اللي عندي، بحكي للقطاع الدائري هو القطاع الدائري هون عندي، هذا اسمه ألف با جيم مي. يعني بسمي القوس اللي القطاع الدائري وبرجع على نقطة المركز، يعني بحكي هيك القطاع الدائري ألف با جيم مي. كيف رح أرسم قطعة دائرية من هذا القطاع الموجود عندي؟
القطعة الدائرية ثامن حكينا هي عبارة عن جزء محصور بين قوس ووتر بمر بين نهتين القوس. لهيك أنا رح أجي أرسم وتر. كيف رح أرسم الوتر؟ رح أرسم الوتر بحيث إنه يمر بنهايتي القوس، هاي بداية القوس وهاي نهاية القوس. رح أجي أرسم وتر بوصل بين ألف وجيم، هيك أنا بطلع عندي قطعة دائرية كالتالي. شايفين أنا رسمت وتر، طلع معي هاي القطعة الدائرية الموجودة هون اللي هي عبارة عن قوس ووتر يمر في نهايتي القوس. وإذا منتبهين معي كمان هون هاي الرسمة في عندي كمان قطعة دائرية تانية غير هاي، في عندي قطعة كبيرة اللي هي هاي كلياتها، شايفينها؟ هي عبارة عن قطعة دائرية كمان. وكمان شغلة رح أنوه لها هون إنه القوس للقطاع الدائري هذا اللي عندي اللي رسمت منه قطعة دائرية هو نفسه قوس القطعة الدائرية، فحيكون طول قوس القطاع الدائري نفس طول قوس القطعة الدائرية. طبعا هذا كله نفس ما حكينا. رح أعطي بعض الأمثلة على قطع دائرية أو قطع دائرية. هاي في عندي أنا هاي اسمها قطعة دائرية لأنها عبارة عن قوس ووتر يمر في نهايتي القوس. لو أسميها بسميها هون سين نون صاد، هاي تسميات القطع الدائرية. طبعا القطع الدائرية اللي أنا عملتها هون بسميها هيك حسب اسم القوس. كيف كنا نسمي القوس؟ قط عندي القوس كيف كنت أسميه هيك؟ ألف با جيم. هون نفس الإشي بحكي عن القطع الدائرية اسمها ألف با جيم، لكن لما أسمي القطاع الدائري بحكي ألف با جيم ميم، رح أذكر المركز معها. فهنا عندي بسميها القطعة سين نون صاد، وهون لو كان عندي القطعة الثانية هاي اللي عندي هون رح أسميها القطعة الدائرية عين ميم لام، هيك تسمى عين ميم لام. هاي بالنسبة لتسمية القطع الدائرية وكيف إني أرسم قطعة دائرية من قطاع دائري معلوم. نيجي لكيفية رسم مربع من دائرة. طبعا أنا كيف برسم مربع من دائرة؟ مثال عندي أرسم مربع من دائرة نصف قطرها 2.5 سنتيمتر. عشان أرسم مربع من دائرة باجي أول إشي رح أرسم الدائرة اللي طالبها مني اللي هي نصف قطرها 2.5. أنا هيك رسمتها على الطرف هون، هاي دائرة نصف قطرها 2.5. طبعا يا ثامن عشان ارسم المربع لداخل الدائره رح ارسم انا رح استعمل القطاعات الدائريه والقطع الدائريه. طبعا عشان ارسم قطاعات دائريه واوصل اخر شيء للمربع رح اوجد اول شيء زاويه القطاع الدائري اللي رح ارسمه. زاويه القطاع الدائري اللي رح ارسمه رح احسبه كالتالي. عشان اوجد زاويه القطاع الدائري اللي رح ارسم من خلاله مربع اللي هو رح اقسم الدوره الكامله 360 على عدد اضلاع الشكل اللي رح أرسمه داخل الدائرة أو من الدائرة. أنا الشكل اللي رح أرسمه أو طالب مني بالسؤال اللي هو مربع، فعدد أضلاع المربع هي 4، فرح أقسم 360 على 4 تطلع معي زاوية القطاع الدائري اللي رح أرسمه هو عبارة عن 90 درجة. طبعا إذا طلب مني إيش غير المربع، طلب مني مثلا شكل سداسي شكل كماني، رح أقسم 360 على حسب أضلاع المضلع اللي طالبه مني. لو كان سداسي رح أقسم على 6، لو كان ثماني رح أقسم على 8 حسب عدد الأضلاع. أنا هنا طلب مني مربع عدد أضلاعه 4، بقسم الدورة الكاملة على 4 بطلع معي 90 درجة. فأنا رح أجي على الدائرة هاي اللي عندي رح أرسم كل القطاعات اللي عندي هون اللي هي عبارة عن زاوية قطاعها 90 درجة. فباجي عندي هون رح أرسم القطاعات الدائرية، هاي عندي قطاع دائري زاوية 90 درجة، وهذا كمان عندي قطاع دائري 90 درجة، وهذا كمان قطاع دائري 90 درجة. تشكل عندي إذا شايفين 4 قطاعات دائرية كل واحد فيهم زاويته 90 درجة. طبعا إذا منتبهين معي كمان بالشكل طلع معي 4 قطاعات دائرية اللي هي زواياها 90 درجة. طبعا القطاعات الدائرية رح يطلع عددها نفس عدد أضلاع المضلع المطلوب عندي في السؤال. طبعا هون أنا عندي مربع أضلاعه 4، فحيطلع عندي 4 قطاعات دائرية. فبعد ما أنا أرسم القطاعات الدائرية الموجودة عندي هون رح أكون أضلاع المربع. كيف رح أكون أضلاع المربع؟ أضلاع المربع هي عبارة عن أوتار لكل قطاع دائري عندي، يعني رح أرسم قطعة دائرية من كل قطاع موجود عندي. فعشان أرسم قطعة دائرية من كل قطاع رح أجي على أول قطاع هون عندي، أنا أول شي رح أسميها، رح أجي أرسم القطعة الدائرية للقطاع هذا اللي عندي. كيف برسم قطعة دائرية؟ برسم الوتر ألف ب اللي بمر بنهايتي القوس. رسمت أول وتر، باجي على القطاع الثاني رح أرسم منه قطعة دائرية عن طريق إني أوصل الوتر ب جيم. باجي على القطاع الثالث رح أرسم قطعة دائرية عن طريق إني أرسم وتر بوصل بين جيم ودال.
بعدين رح أجي على آخر قطاع دائري وأرسم منه قطع دائرية عن طريق إني أوصل الوتر ألف دال. أنا هيك وصلت الأوتار، طلع إذا شايفين معي هون طلع معي مربع قال اسمه ألف با جيم دال، طلع معي شكل المربع من دائرة ومن خلال رسم القطاعات الدائرية والقطعة الدائرية. أنا هيك شكلت مربع. ممكن أحصل على مربع عن طريق إني أقص هذول الأشياء الزيادة أو أقص حوالين أضلاع المربع. ملاحظة، إذا منتبهين معي بالرسمة أو بالأشكال اللي أخذناها، زاوية القطعة الدائرية هي نفسها زاوية القطاع الدائري المشترك معه في القوس نفسه. يعني أنا عندي هون القطاع الدائري هذا اللي عندي هون، إذا شايفين زاوية 90 درجة أو قائمة، زاوية القطعة الدائرية هاي اللي معه اللي جاي معه بنفس القوس حتكون نفسها كمان 90 درجة. فأي قطاع دائري بيكون زاويته نفس قياس زاوية القطعة الدائرية المشتركة معه في القوس. وكمان زي ما حكيت قبل شوي، طول قوس القطاع هذا اللي عندي هون نفس طول قطعة الدائرية الموجودة معه. في عنا الشكل المجاور، بده يانا نحسب قياس زاوية القطعة الدائرية ألف لام با. وين القطعة الدائرية طالبة هو أو قياس زاويتها؟ ألف لام با هاي طالب مني إني أقيس كم زاويتها. طبعا زي ما حكينا إحنا قبل شوي، حكينا إنه القطعة الدائرية قياس زاويتها بيساوي نفس قياس زاوية القطاع الدائري المشترك معها بالقوس. وين القطاع الدائري المشترك معها بالقوس؟ هذا هو القطاع الدائري المشترك معها بالقوس. قياس زاويته كم؟ 70. فحيكون نفسه للقطعة الدائرية، فحيكون قياس القطعة الدائرية ألف لام با هو نفس قياس زاوية القطاع الدائري ألف لام با ميم، وهو بيساوي 70 درجة. منها حتطلع 70 درجة عندي. طالب مني كمان ما قياس زاوية القطعة الدائرية ألف صاد جيم. وين عندي القطعة الدائرية ألف صاد جيم؟ هاي ألف صاد جيم، هاي شايفينها؟ هاي القطعة الدائرية اللي طالب مني قياس زاويتها. وزي ما حكينا كمان، قياس القطعة الدائرية ألف صاد جيم هي نفسها قياس القطاع الدائري المشترك معها بالقوس اللي هو اسمه ألف صاد جيم ميم، هون القطاع الدائري. فبدي أحسب زاويته عشان أعرف زاوية القطعة الدائرية. طبعا هاي الزاوية هون يا ثامن هي متكاملة مع الزاوية 70. شو يعني متكاملة معها؟ يعني بشكله عندي زاوية مستقيمة اللي هي 180 درجة. فال 170 هاي مع هاي الزاوية بعطوني 180 درجة. فرح أحسب قياس الزاوية هاي عن طريق إني أحكي 180 ناقص 70 بيطلع معي 110. فقياس زاوية القطاع الدائري ألف صاد جيم ميم هو 110، ومنها القطعة الدائرية حتكون نفس قياس زاويتها بيطلع معي كمان 110. وزي ما حكينا، طول قوس القطاع الدائري اللي عندي هون هو نفسه طول قوس القطعة الدائرية اللي موجودة هون عندي. مثال، أجد طول قوس قطعة دائرية في دائرة نصف قطرها 14 سنتي وقياس زاوية قطعها 45 درجة. طبعا المعطيات الموجودة عندي بالسؤال، منقاف معطيني إياها 14 سنتي وقياس زاوية القطع معطيني إياها 45 درجة. طبعا حكينا إحنا إنه دائما طول قوس القطعة الدائرية بيساوي طول قوس قطعها الدائري، وقياس زاوية القطع الدائرية بيساوي قياس زاوية القطاع الدائري المشترك مشتركة معه في القوس. معناته عشان أنا أوجد طول قوس القطع الدائرية رح أحسب كم طول قوس القطاع الدائري، وبعدين منها بطلع نفسه هو طول قوس القطع الدائرية. فعشان أحسب طول قوس القطاع الدائري إحنا أخذنا قانون في الدرس السابق ورح نمشي عليه كمان هون. فحكينا إنه زاوية القطاع الدائري 360 درجة رح تساوي طول قوس القطاع على محيط الدائرة. طبعا محيط الدائرة كيف أنا بحسبه؟ 2 ن ق في باي، يعني 2 في ن ق اللي معطيني إياها بالسؤال 14 في باي اللي هي 22 على 7. ببسط ال 14 مع 7 بيطلع معي اللي هي 88 سنتيمتر محيط الدائرة. رح أجي أعوض بالقانون مكان زاوية القطع الدائري 45 ومكان المحيط 88، وفي عندي اختصار بين ال 45 و 68 على 45 فيها 1 على 45 فيها 8. ف 8 يساوي طول القوس القطاع على 88 بالضرب التبادلي، بحصل على 1 ضرب 88 رح يساوي 8 في طول القوس. ومنها عشان أحسب طول القوس لحاله بقسم الطرفين على الموجود جنب طول القوس اللي هو على 8، ومنها بطلع طول القوس يساوي 88 على 8 اللي هي 11 سنتي. يعني طول قوس القطاع هو 11 سنتي، وحكينا طول قوس القطع الدائرية هو نفس طول قوس القطاع لها، فبطلع معي طول قوس القطع الدائرية وكمان 11 سنتي متر. وهيك احنا بنكون خلصنا درس القطع الدائرية.
وبذكركم انه رح انزل ان شاء الله هذا الفيديو على المصادر التعليميه، ورح ينزل معه مرفق ورقه عمل، بتمنى انكم تحلوها وتبعتوا لي اياها عبر نور سبيس. شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم على خير باذن الله.